حاس الحمم في داخلي تسعر وحزن ثاير بأعماقي كم الإعصار. عليك يا والدي بكتب مية دفتر واسطر دواوين شعرية عليك صبار. موت خسارة وكيف الناس ما تخسر مثيلك إنسان شاجع يا أسد مغوار. المستمع الكريم هذا القصيدة من كلمات الشيخ باسل صالح مشرح من أبناء مخلاف عمار مديرية النادرة إب رثاء وعزاء بعد وفاة والده الشيخ العميد صالح مسعد مشرح. الشكر موصول من أولاد المرحوم إلى أعمامهم عبد مسعد مشرح ويحيى مسعد مشرح. تم التسجيل بحضور الشاعر علي تاج الدين. سالك العون لي والستر يا ستار وتوسلك رحمتك في ساعه المحشر تجيرنا يا الهي من عذاب النار والحمد والشكر لك بعد ما تذكر فيما قضيت يا ملك يا كوكب الاقدار. يقول باس الحمم في داخلي تسعال وحزن ثائر بأعماقي كما الإعصار. عليك يا والدي بكتب مية دفتر واسطر دواوين شعريه عليك صدار. موتك خسارة وكيف الناس موت خسار مثيلك إنسان شاجع يا أسد مغوار. حنين قلبي حنين الرعد لازم جار في برق لامع ضياء يخطف الأبصار. من بعد بي ما بقى لي للسلام صدار حنين قلبي يكسر كل حيد عشار. مكسور قلبي وكيف الكسر يتجبر بعد الذي فيما ما وقته ضاعت الأنوار. عندي نهار الظهير صار ليل غدار وكل حالي طعم جه مثل ما صبر. عندي نهار الظهير صار ليل غدار وكل حالي طعم جه مثل ما صبر. صدمة بها كل سامع ضاق ويتأثر وكل من يعرف الوالد بكى وانهار والناس تشهد على ماضي له يظهر حياة شيخ ما شاء يخفي شخاب عمار. ذاك الذي بالكرم للناس ما وقصر بالجود هو والوفا وكشهد له الأقطار. له في حياته نماذج كم به ونفخار وله مواقف بطوليه مع الأحرار. بطل وشاجع وسطوره وقارن عصار مع الوطن في نضوى له ساند الثوار. حنيت ما وحنى بعد بالسماء وامطار حنين من قلبي شرد داخل
خناقه من شوار. عزلت شخاب وداع عدي كان ما يقفل مقدامها الشيخ صور لحسورها والدار للقبله كان فيها شيخ يتقدر وللفراس حكي من الراي والافكار حلحل قضاويا كثيرا حلها يعسر وانها خلا افاجبي للناس ذو نظرات قبلي عليه ضبنا كالبركان يتفجر افحم عظامي وفا اجر داخلي فجار. الله يرحمه. ابني عليه ضبنا كالبركان يتفجر افحم عظامي وفوجر داخلي فجار هودي لعبد سوى يحيى يوم قام الشهر من خططا افخواته في شجب واستنكار احدى عشر عام يا معاب واستنكار وكم عليهم سارا كم جا وكم يسار لا مخرج لحق من الباطل وكم ثبات والآن له في القلوب أعمالنا تذكر والآن له في قلوب أعمالنا تذكر. يشهد له الشعب والقاده مع العسكر في حنكته والفداء والحسم والإصرار في خدمته للوطن أنهى في لول الشاب ويقض منام الخلا يا داخل الأوكار مكان يسعى لجل يتميدان ولا الهدف بالنظاوة للمدح والإشهار ما عاد في منصبه كلا ولا تجار ولا لبيع الوطن سوى مع التجار. كلمة الحق في خدايا من يجهل في حكم صائر وكان ما تقطع المسمار عزلت شخاب شاهد دهد الشيخ في ممار من عدل وانصاف لا رشوة ولا إيجار من شارك حزاننا في موت بي يشكر ومن حضر ساعات التشييع والمقبول والشكر ما وصل منا للذي جبال وللذي بتصوى لحجاد باستعدار. وخي محمد فأهم عذرهم وعذار
وفا نشكرا يمنا ناتكرار لأهل الوفا شكر داوى يمنا ناتكرار محمد الجيدة ذي لحب الوفا منبر بالقبيلة والشامة يذل الأنظار وبعد بي مثل أبونا صنوي الأكبر لح عندنا بالإخوة مزولة مقدار والحمد لله لا مانع لما قدر الحمد والشكر لو في حكمة الأقدار يا رب سوالك بحق الطور والكوثر تسكنه يا إله هي جنة الأبرار وتلهم الصبر بالقربة بما تقدر لنا من الحزن ذي خلى الدموع انهار والختم صلوا على من بالهدى بشار محمد المصطفى وصحابه الأخيار.